أعلنت الأمم المتحدة أنها تبحث عن حلول بديلة لإيصال المساعدات الإنسانية لسوريا بعد الدمار الذي لحق بمرفأ بيروت جراء التفجير في الرابع من الشهر الجاري، ليطرح اسم مرفأ اللاذقية كبديل له وسط تجاذبات دولية حول العزلة على الحكومة السورية. دمار مرفأ بيروت سيؤثر سلباً على إغاثة سوريا، ويجري التفكير في حلول بديلة. بهذه الكلمات المختزلة عبرت الأمم المتحدة عن واقع تقديم المساعدات لسوريا بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب أغسطس الجاري. ويبدو أن مرفأ اللاذقية الذي تم بناؤه مطلع خمسينيات القرن الماضي للاستغناء عن مرفأ بيروت هو أحد الحلول البديلة التي تقدمها موسكو للأمم المتحدة، معتبرة أن ذلك يعجل وصول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق السورية. وتدفع روسيا باتجاه استعمال المرفأ السوري لفتح ثغرة في جدار العزلة المفروض على الحكومة السورية، وهو ما يعقد مهمة دول غربية تريد دعم لبنان بعد الكارثة من دون التطبيع مع بيروت ودمشق. الدفع الروسي نحو تفعيل مرفأ اللاذقية من بوابة المساعدات الإنسانية يأتي لقربه من قاعدة حميميم الروسية على الساحل السوري، ولوقف مطامع إيران بالسيطرة عليه عبر إحدى شركاتها. ويقتصر دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا على معبر واحد فقط، وهو معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية، وذلك بعد توقف العمل في كافة المعابر الأخرى بسبب الفيتو الروسي في مجلس الأمن. ويرى مراقبون بأن الدفع الروسي باتجاه استخدام مرفأ اللاذقية لإيصال المساعدات الإنسانية سيكون ملف تجاذب بين العديد من القوى العالمية التي يحاول بعضها زيادة الضغط على الحكومة السورية للقبول بتسويات سياسية، فيما يسعى بعضها الآخر لتخفيف المعاناة التي يعيشها المواطن السوري بشكل عام والنازحون في المخيمات بشكل خاص. مباشرة من برلين ينضم إلينا الناشط السياسي فاضل نوفل. السيد نوفل، مرحبا بك. هل واضح لك في البداية الآثار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت على الحكومة في دمشق سياسيا واقتصاديا؟ مساء الخير. أهلا بك. الرحمة لضحايا تفجير المرفأ في لبنان والشفاء العاجل لجميع الجرحى، العزاء للشعب اللبناني بهذه الكارثة التي حلت بعاصمته بيروت. أولا، موضوع التأثير على النظام السوري هذا يعني واضح، لأن المساعدات كما قالت الأمم المتحدة يصل قسم كبير منها عبر مرفأ بيروت، لكن بالحقيقة يعني لم تكن يوما المساعدات للشعب السوري هي محط اهتمام لا للأمم المتحدة ولا لدول العالم ولا حتى للنظام السوري. نحن لاحظنا أن موضوع المساعدات بالفترة الأخيرة كان موضوع تجاذبات سياسية بين مصالح الدول، خاصة عندما منعت روسيا العديد وصول هذه المساعدات من العديد من المعابر وحصرتها في معبر واحد هو معبر باب الهوى على الحدود التركية وما يصل إلى مطار إلى مرفأ بيروت ومن ثم يتم نقله إلى سوريا. يعني بتقديري أن موضوع المساعدات ليس بهذا الحجم الذي يسمح لدول العالم بأن يكون هذا الموضوع بوابة عبور للنظام السوري مرة أخرى لفك الحصار عنه من قبل المجتمع الدولي. وبالتالي الموضوع يعني بالنسبة للبنانيين موضوع محسوم تماما، بأن المساعدات التي تصل إلى لبنان بالتأكيد لن تكون عن طريق لا مرفأ اللاذقية ولا أي مرفأ آخر، لأن المجتمع الدولي كان واضح تماما من خلال ما قاله الرئيس الفرنسي ماكرون بأن هذه المساعدات لن تصل إلى حتى إلى لبنان إلا بعد إصلاح سياسي في الحكومة اللبنانية. وبالتالي نحن لاحظنا بأن المساعدات إلى الشعب اللبناني، المساعدات السريعة وصلت كلها عبر مطار رفيق الحريري والطائرات تصل تباعا وكل يوم. أما بالنسبة لأن يحلم أو أن يأمل النظام السوري وروسيا بأن يكون مرفأ اللاذقية بديل، فهذا بالتأكيد، لأن النظام السوري وروسيا يسعيان إلى فتح
يعني قوة في هذا الحصار الذي فرضه المجتمع الدولي على النظام السوري، وبالتالي للاستفادة من هذا المرفأ لتعزيز قدرات النظام السوري ولتعزيز. نعم، أنا بالحقيقة سألتك لأنه البعض تحدث بأن المساعدات التي كانت تصل عبر البحر سوف تتحول إلى سوريا، كانت في السابق تصل عبر مرفأ بيروت ومن ثم تأتي إلى سوريا، الآن فيما لو تحولت إلى مرفأ لاذقية ستكون هناك منفعة اقتصادية للحكومة ونوع من كسر العزلة، لذلك سألتك في الحقيقة. هذا يناقض الواقع، يعني هذا يناقض الواقع، خاصة بعد تطبيق قانون قيصر وفرض حصار شامل على النظام السوري. يعني أنا لا أعتقد بأن المجتمع الدولي سيسمح باستغلال مثل هذا الحدث الذي أصاب بيروت لفك الحصار عن النظام السوري، ولا حتى فك الحصار عن الحكومة المعينة في لبنان. هذا ما قاله الرئيس الفرنسي ماكرون بوضوح بموضوع مساعدات. قلت ان المساعدات قسمين، مساعدات للشعب السوري، وهذا ليست يعني لا يعني المجتمع الدولي كثيرا ولا يعني النظام السوري، ومساعدات الى المجتمع اللبناني او الى لبنان. مساعدات الى لبنان واضح ان هذه المساعدات ستقدم الى لبنان بعد عمليه اصلاح سياسي شامل في لبنان، هذا ما قاله ماكرون. اما المساعدات العينيه والمساعدات الماليه فهي قد تصل الى اصحابها وبشكل مباشر. بالنسبه لمرفأ اللاذقيه، اعتقد حتى لو وصلت المساعدات فهي المساعدات التي تصل الى الشعب السوري، والتي معروف بان هذه المساعدات يعني يتم حتى عندما كانت تصل الى بيروت وتنقل الى دمشق فيتم سرقه قسم كبير من هذه المساعدات وهي لا تصل الى الشعب السوري بالاساس. بالتالي اليوم سياسيا، طيب لو تحدثنا سياسيا برايك، هل ثمة اثار ايجابيه ام سلبيه من جراء انفجار مرفأ بيروت على الحكومة السورية؟ بالتأكيد هي آثار سلبية، لأن مرفأ بيروت كان كما قلنا كان يعني طريق لإيصال قسم من المساعدات إلى تحت مسمى مساعدات إلى الشعب السوري، وبالتالي هي كانت تصل إلى النظام في الحقيقة. يعني كل السوريين يعرفون أن بعد وصول المساعدات بأيام توجد هذه المساعدات في الأسواق لتباع إلى الناس، يعني هي لم تكن تصل حقا الى مستحقيها. بالتالي اليوم بعد هذا التفجير ستقف هذه المساعدات، كيف ستصل مره اخرى؟ انا لا اعتقد بان مرفأ اللاذقيه سيكون هو البديل، لان المجتمع يقال الدولي بان الامم المتحده تبحث عن بدائل، لربما قبرص، لربما تركيا حتى. في تصريح واضح لمدير مرفأ طرابلس في لبنان قال إنه مستعد لأن يكون مرفأ طرابلس بديلا عن مرفأ بيروت إلى أن يتم إصلاح مرفأ بيروت وإعادة ترميمه، وقال بأن مرفأ طرابلس لا يعمل بالطاقة القصوى خاصة بعد أن تم تحديثه على عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأنه قادر على استيعاب أكثر بكثير مما يستوعب الآن. طبعا هذا بعيدا عن التجاذبات السياسية التي ستنشأ في لبنان بين القوى السياسية التي تعتبر بأن مرفأ طرابلس تستفيد منه جهة معينة ومرفأ صيدا تستفيد منه جهة معينة، هذه التجاذبات السياسية التي نعرفها كلنا. طيب إنسانيا، ما الأثر المتوقع على اللاجئين السوريين؟ البعض يتحدث عن إمكانية استغلال ورقة اللاجئين السوريين للمساومة اقتصاديا على هذا الملف. بدأت المساومة على اللاجئين السوريين منذ قال جبران باسيل وزير الخارجية السابق للبنان للرئيس ماكرون بأن هناك أكثر من 2 مليون سوري وهم يشكلون ضغط اقتصادي كبير على لبنان، خاصة بعد التفجير الذي طال المرفأ والذي يعتبر هو من أهم المرافق الحيوية للاقتصاد اللبناني. هذا الموضوع موضوع قديم عند اللبنانيين الذين يعني يأخذون اللاجئين السوريين حجة للانهيار الاقتصادي الذي طال لبنان، وبالتالي يحملون اللاجئين السوريين مسؤولية الفساد والنهب والخراب الذي تقوم به الحكومات اللبنانية المتعاقبة على انهم هم المسؤولون عن هذا الفساد وهذا الانهيار الاقتصادي في لبنان. وبالحقيقة لبنان ما نعرفه يعني بان لبنان يستفيد من وضع اللاجئين السوريين ويقبض مليارات الدولارات سنويا باسم اللاجئين السوريين، واللاجئين السوريين ما نعرفه بانهم لا يحصلون على شيء في لبنان. من أسوأ وضع للاجئين في العالم هو وضع اللاجئين السوريين في مخيمات لبنان. إذا نختتم الحوار بما عنونته في الحقيقة صحيفة الشرق الأوسط، هل يرث مرفأ اللاذقية السوري مرفأ بيروت هواجس كبيرة هذا الأمر يشكل في دمشق؟ أعطيك تعقيب أخير أستاذ فاضل. بالتأكيد يعني هو لن يرث مرفأ بيروت، بالتأكيد يعني قلت
من الممكن أن تستفيد روسيا من هذا الوضع بإيصال بعض المساعدات إلى الشعب السوري التي يتم سرقة القسم الكبير منها. أما بالنسبة لما يقدم إلى لبنان سواء من مساعدات أو من مواد بعد أن يقرر العالم مساعدة لبنان في إعادة أعمار المرفأ، فهذا سيكون بالتأكيد عن طريق آخر غير مرفأ اللاذقية، لأن العالم لا يثق لا بالنظام السوري ولا بسياسة النظام السوري ولا حتى بسياسة الحكومة القائمة في لبنان، والتي هي حكومة يعني محسوبة على جهة معينة هي جهة حزب الله في لبنان. وبالتالي هناك عدة بدائل، كما قلت هناك مرفأ طرابلس، قبرص، عدة بدائل سيجد المجتمع الدولي بأن التعامل معها أفضل بكثير من التعامل مع مرفأ تحت سيطرة النظام السوري. جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات ضيفا كريما، ونشكرك جدا على تواجدك معنا من برلين فاضل نوفل ناشط سياسي. ونشكر لكم مشاهدينا كرم المتابعة، إلى اللقاء.